هذا البرنامج برعاية اسمي عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن. أنا عبد العزيز عبد الرزاق عبد الرحمن عبد الله عبد الرزاق عبد الرحمن. الحمد لله أنا خاتم القرآن ومعي الأخوان عبد الرحمن وعبد العزيز بعد خاتمين. أنا جاي سنة بالمكنون إن شاء الله فوز مركز أول. أنا حنافذ أخوي عبد الله عبد الرحمن وأفوز عليهم إن شاء الله. كلنا ثلاثة نتأهل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية وفقك الله. قراءة طيبة وصوتك جميل الله يفتح عليك. نور على نور مفروض هي الآية اللي رفعت صوتك فيها. أنت يوم جت نور على نور نزلت صوتك، يعني المعنى نور على نور مفروض أنك أنت ترفع فيها الصوت، يعني كنت رافع ثم يوم جت عند نور على نور نزلت صوتك. لأن أحيانا طبقات الصوت واختيارها مناسب يكون أحيانا إيش لمعاني الآيات. صوتك مميز الله يوفقك ويسددك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحسنت أخوي عبد العزيز، ما شاء الله صوت جميل وقراءة فيها روح ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك ويوفقك ويزيدك من فضله. أحرص على ضبط المخارج أكثر وتقويتها أيضا. تنتبه لحروف الصفير الصاد الزاي السين صوتها مثل فصلناه ألزمناه
تنتبه لحرف الصفير هنا. الله يبارك فيك ويوفقك يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله تبارك، قراءة موفقة ومباركة. تهتم يا عبد الله بأحكام التجويد والتفخيم والترقيم، فبرعه الله. وكذلك يعني إذا وقفت على أعمالكم الميم ما تغن، وغيرها من الأحكام. وفقك الله يا عبد الله وشكرا لك. لتصويت المشايخ، نعم أو لا الشيخ عمار؟ أنا أقول نعم، وفقك الله. أما أنا فأوافق الشيخ أيضا عمار، نعم وبقوة ما شاء الله، بشرط التدريب. إذا تدربت ترى ستنافس في المرحلة النهائية إذا اهتميت بالتدريب والسماع للقراء المتميزين في الأداء. أحسنت يا عبد الرحمن، نعم. الشيخ عبد الله، أنا أقول نعم وموفق يا أبا. جزاكم الله خير. طيب أيضا نستمع إلى تصويت، تفضل شيخ ريان. بالنسبة لي أقول نعم، أسأل الله يوفقك يسددك يا رب. وأنا أيضا أقول نعم، وفقك الله وفتح عليك. وأنا أقول نعم، وفقك الله. بارك الله فيك، وفقك الله، الله يحفظك. انتقل التصويت. بالنسبة للتصويت أنا أعتذر وأقول لا، أسأل الله لك التوفيق والسداد. أنا أقول نعم، إن شاء الله أنك قادر على المواصلة. ونقول لا، وإن شاء الله مرات قادر تكون أفضل وأحسن. التوفيق يا عبد الله، بالتوفيق. وفقك الله.